خلال لقاء عقد في البيت الأبيض طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأمريكي باراك أوباما بإبقاء العقوبات المفروضة على إيران بل وتشديدها إذا وصلت طهران جهودها النووية. أوباما الذي سعى لتخفيف بواعث القلق لدى ضيفه الإسرائيلي من تواصل دبلوماسي أمريكي إيراني أكد أنه يتوجب على طهران تأكيد إخلاصها من خلال الأفعال وليس مجرد الأقوال، متعهدا بإبقاء كل الخيارات مطروحة ومنها احتمال الخيار العسكري. أوباما أضاف الكلمات ليست كافية، يجب على إيران أن تعطي المجتمع الدولي الثقة من خلال الأفعال بأنهم سيفون بالتزاماتهم الدولية بالكامل وأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. نتنياهو شدد بدوره على ضرورة استمرار الضغوطات على النظام الإيراني مضيفا: أعتقد أن مزيجا من تهديد عسكري جدي وضغط من خلال العقوبات هو الوحيد الكفيل بجلب إيران إلى طاولة المفاوضات. للاستمرار في المسار الدبلوماسي يجب الإبقاء على هذه الضغوطات. ورغم محاولة الرئيس الإيراني حسن روحاني تسويق صورة أكثر انفتاحا لطهران على الغرب خاصة بعد المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي والتي وصفت بالتاريخية، إلا أن هذا النهج أدى إلى انقسام البلاد بين مؤيد ومعارض، بحين هتف المؤيدون له لدى عودته من نيويورك روحاني نشكرك، هتف المعارضون الموت لأمريكا.